لك ده الموسم وكل شويه بتقولوا لنا نفس الكلام وتعيدوا نفس الكلام وتعبنا من الموضوع ده وزهقنا منه، وبيقول انه مفيش مدرسه خاصه تقدر تزود حاجه بدون الرجوع للوزاره اطلاقا يا فندم. ازاي بقى؟ ازاي؟ طب الناس دي كلها بتشتكي ليه يا فندم؟ هو زي الطلبه كلهم بيشتكوا من امتحان ثانوي عام. لا مؤاخذه يعني ثانوي عام موضوع تاني يا دكتور. لا بكتب. هو نفس الموضوع يا فندم، يعني موضوع ملوش حاجه تانية خالص. وتعيط ولك الامتحان صعب تاني. امتحان يا فندم لو سمحتي، عشان بس الناس يعني الناس تبقى حاسه بالمصداقيه اللي احنا بنقوله. هناك نظام للمصروفات المدرسيه، الاداره والمدرية بيحسبوا المصروفات كل سنه ويديكوا نسبه الزياده المقرره. المفترض ان هذه النسبه مفترض تعادل معدل التضخم في البلد احنا عايشين فيها. معدل التضخم النهارده وصل ل 41%. حلو. اقصى مصروفات بتزيد 7%. ثانيا ده المصروفات الرسميه اللي بتتقال كده في الوش، بس هي ما هي لكن المشكله من تحت لتحت فيه يقول لك الباص والدفع مقدم والباص غالي السنه دي عشان عايزين غالي. اقول لك من حقك تشترك ومن حقك لا تشترك. لا واللانش بوكس واللبس الاطفال واللبس الاطفال بالشراب ولا علاقه بالشراب ولا له علاقه. ازاي يا فندم؟ لا مؤاخذه ازاي؟ ولا علاقه. لا اقول لحضرتك راي الاستاذ ملكه. حلو الباص ذات مثلا مفترض في سنه واحده رسوم الانشطه الباص يزيد 10 أضعاف. السواق كنا بنديله 2000 جنيه النهارده بياخد 5. طيب البنزين الثلاث أرباع. السيارة كنا بنجيبها ب 500,000 بقت النهارده 3 مليون. طيب ده طرح، وسمعنا مبررات حضرتك أو أفكار حضرتك للأستاذة ملكة. نسمع رأيك إيه بقى؟ طيب هو دلوقتي بس اللي أنا بقوله، أنا اخترت من المدرسة بمصروفات العام الدراسي الجديد، المفروض إن هم بيطلبوا القسط الأول في 1/8 ضمانا زي ما الاستاذ قال لاستمراريه الطالب في المدرسه، فانا مجبره ان انا هي دي المصروفات اللي مفروض عليا. والمصروفات هي ما بتبقاش 7 ولا 10، هي بيبقى يعني اللي موجود السنه دي زياده عن كده بكتير جدا. طيب في حاجه كمان بتتعمل، هو بيطلع لك ايصال اول بالمصروفات الدراسيه، وبعدين الايصال الثاني اللي بيطلعه تحت بند تاني خالص، ده كنوع من انواع ايه، هي مصروفات دراسيه ولكن بيحطها تحت بنود مسمى اخرى تاني او مسمى تاني بالظبط، عشان يحصل ان هو يخرج من حته ان هو مش ملتزم بالزياده. لا ازاي؟ معلش الحته دي اشرحها لنا. يعني أكثر. النهارده القسط نقول مثلا المدرسه ب 1000 جنيه زياده 7%، يعني المفروض هو ياخد مني 1070 السنه دي. ماشي. لا هو هياخد 2000 جنيه، بس هياخدهم ازاي؟ هيدفعني ال 1070 والباقي ال 900 جنيه هيدفعها لي. ما يحطهاش مصروفات، ما يحطهاش مصروفات حاجه ثانيه، يديني ايصال بيها كذا تحت بند اخر. ايه بقى بند اخر؟ زي اي بنود اخرى، انشطه، تبرعات مثلا، يعني اي ما يكون البند اللي هو بيحطه لي، بس ما بيكتبش في الايصال بتاعه ان ده مصروفات. بس انت بس هو بياخدها منك. بياخدها مني طبعا. وبعدين الفكره برضو اللي الاستاذ بيقولها، انا المفروض ادفع وبعدين اشتكي؟ يعني ما انا النهارده بطرح الموضوع بدري ليه؟ لان احنا كلنا كاولياء امور مدارس خاصه اخترنا، فاللي عاجبه على كده هيدفع ويستمر ولا يدفع وبعدين يشتكي، ولا هنعمل ايه؟ بس معلش هو في حاجه هنا برضو، هل كل المدارس بتعلن عن المصاريف كامله وحجم الزياده كامله في الوقت دوت، ولا برضو ولا مش كلهم بيقولوا؟ لا بيقولوا ان القسط الاول كذا والقسط الثاني كذا، يعني بيقولوا بيبقى عادة التلتين القسط الأول والتلت في القسط التاني. دي نقطة. النقطة التانية، حضرتك بتقول إن ده معلن، مفيش عندي لائحة في المدرسة بتقول الزيادة كام، يعني ما بيبقاش في حاجة معلنة رسميا من المدرسة، مفيش حاجة ملموسة وممسوكة. زائد أنا ما عنديش قناة شرعية أشتكي فيها كولية أمر، يعني مثلا أنا لو اشتريت سلعة والسلعة دي طلع فيها مشكلة، عندي جهاز حماية المستهلك ليه رقم شكاوي وليه طريقة معينة بقدر اشتكي فيها ان انا بودي الايصال. مش مفترض هنا نشتكي برضو لوزارة التربية والتعليم؟ فين بقى فين 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 الخط الساخن؟ فين الواتساب اللي اقدر ابعت عليه الايصال واقول يا جماعة المدرسة دي، ويبقى بيتاخد فيه اجراء الزامي للمدرسة واجراء سريع؟ لان طبعا النهاردة الحل التاني ان لو مش عاجبك خد ابنك بملفه وروح بيه اي مدرسة حكومة، يعني ان كان عاجبك يا تدفع يا ان كان عاجبك. اللي قصدي اقوله ان احنا محتاجين دور رقابي على مصاريف التعليم اللي المدارس بتفرضها على اولياء الامور واللي بتجبرهم ان هم يدفعوها
تحت اي مسميات هو بيديها. عايزين نسال بقى الدكتور مندوه عن الجزئيه دي تحديدا، موضوع الاقساط او المصاريف اللي بتحصل من خلال يعني تقسيمات تانية او من خلال مسميات تانية، ده بيحصل فعلا في المدارس الخاصه؟ طبعا يا فندم. حلوه الصراحه دي جدا يا فندم. كل انسان غير ملم بالقواعد والقرارات بيحكي زي ما يحلاله. انا الوزاره فرض عندي. يعني تقصد حاجه الكلام ده ما بيحصلش؟ ما بيحصلش بالطريقه. ما هو بس خد مني الكلام للاخر. ما تفهم هو من حضرتك اتفضل. ماشي. الوزاره بتقول لي خد مصروفاتك في ايصالين. التعليم في ايصال، والنشاط في ايصال، والسياره في ايصال. مش بدع من عندنا احنا، ده اجبار عليا اخده لمؤاخذه يعني. ثانيا، الوزاره محدده القرارات الوزاريه بنسبه الزياده، يبقى اذا المصروفات في ايصال. لكن الهانم بتقول ايه؟ خد ابنك وروح. لا يملك صاحب مدرسه يعمل كده. وهاتي لي مثال واحد من مدرسه واحده عشان ما نفضلش يا جماعه نتجنى على اصحاب المدارس. يعني هل يعني لو انا ما انا اديني فرصه اتكلم لو سمحتي. هل لو انا لو سمحتي عن دفع المصروفات لو سمحتي لو سمحتي نسمع بعض. لو سمحتي اطلاق اي صاحب مدرسه يفصل تلميذ من اول سنه ما رفعش المصاريف، بل بالعكس ده ابوه او لا امور كتير تبلطج وما تنفعش. وانا شخصيا عندي رافع 10 قضايا. حته المصروفات والايصالات ده قرار وزير مش بمزاجي. يقول لك الايصالات المصاريف هنا، الكتب هنا، خدها من هنا عشان يبقى فاصلينها، ما تدمجليش كل حاجه على بعضها كده ويعني يبقى في اخطاء. الانشطه هنا، النشاط لازم تكون علم بيه الوزاره وباختراني بيه، مبلغ محدد. المصروفات مبلغ محدد. الكتب يقول لك خد الكتب بسعرها الفاتوره زي ما بتجيبها من التربيه والتعليم، ولك 10% مصروفات اداريه. يبقى فواتير الكتب، طب ما انا بدفعها للدوله وبشتري كتب من الدوله لمؤاخذه، وبعدين الكتب دي ب 10 جنيه بدفع لها مصاريف اداريه، الهالك والوارد واللي مش هالك 10%. ولا يملك احد يقول له خد ولا امر ابنك وامشي، بس فرضه في نهايه السنه الاولى حتى لا تستغل هذه الجزئيه من حق صاحب المدرسه يتخذ كافه الاجراءات. طيب. ولكن التلميذ يخش امتحانات. ايه بقى اللي في ايدنا؟ ما تعلنش نتيجته الا ما يدفع. لكن احنا هنيجي كل اول سنه نقول ده اختارونا. طيب. وما اختارناش. أيوة. زي برضه اقول لك ايه، خلي بالك الحاره اللي جايه دي هيقابلك، هتمشي مرعوب. هي الفكره يعني هي الزمتك باكتر من ايصال، لكن قيمه الايصال كام؟ ما هو محدده من الوزاره. يعني ايه محدده؟ يعني قال لك مصروفات التعليم 10 جنيه، مصروفات النشاط 20 جنيه، مصروفات الكتب 10% زائد الايصالات. مين بيحدد بقى ال 20%؟ ال 10% النشاط دي، ما النشاط دي واحد بيحددها بالوزاره. لا ما انا بقول لحضرتك دي فيها التزام كامل يا فندم. ما فيهاش اي زياده. هو ده السؤال. ما انا بقول لحضرتك سجل عندك وانا المدير حسيني مستعد اروح اي جهه على مستوى العالم الذي يحدد نشاط وزاره التربيه والتعليم. ممتاز. وليملك صاحب مدرسه قيمته، ليحدد قيمته كام؟ قيمته ايوه تحدد التربيه والتعليم. الدكتور بيقول الوزاره. طب نسمع الاستاذه ملكه قيمته. ده جزء خلاص واضح من حضرتك. مش انا بمزاجي. طيب نسمع. ده انت عشان تزود النشاط جنيه. طيب بتقعد سنتين بحث للمصروفات والنشاط. طيب. عشان تزوده جنيه. حضرتك وضحت وسمعنا الجزئيه دي، نسمع الاستاذه هو ملكة. التوضيح اللي هو بيقوله ده هايل جدا، بس على ارض الواقع انا شخصيا كوليه امر وليا اولاد في مدارس، مش ده اللي بيحصل. ده واقع ملموس انا كوليه امر، انا بلمسه في ولادي. زي ايه اللي حصل مع حضرتك؟ ما انا بقول لحضرتك لا الزياده طبعا طبعا مش زي ما الاستاذ بيقول. انا مدرسه مزوده عليا اكتر من كده بكتير بكتير. فالنهارده درست ايه يا فندم؟ لو لا مش هينفع مش عايزين نقول. لا انا يعني مش عايزين انا رئيس جمعيه اهو. لا مؤاخذه يعني لو جال اسم مدرسه خد ضدها بكره اجراء. مش هنذكر اسماء دلوقتي، لكن احنا بنتكلم عن واقع وهي برضو ليها المصداقيه، وهندي لحضرتك البيانات بعد الفتره. كلام مسترسل لا يوجد له اساس من الصحه. معلش ما هي من حقها برضه حقها. النهارده حضرتك بتقول سيستم رائع الوزاره حاطاه ومفترض ان هو بيتم مراقبته. لو في اي تجاوزات من اي مدرسه انا عايز اعرف الطريقه الصحيحه. الاداره التعليميه عندك الاداره وعندك المدرية وعندك الوزاره، واقسم بالله
ما في اي جهه من الجهات دي بتتهاون مع شكوى ولي امر، وتحترم شكوى ولي الامر اكتر من شكوى صاحب المؤسسه. هو استاذه مالك فعلا هل جربنا نمشي في جربنا الخطوات دي؟ جربنا ايه رد الفعل؟ مفيش ردود افعال، مفيش ردود افعال، لان زي ما قلت لحضرتك الايصالات بتطلع بشكل معين، المدرسه موظفه النسب والحاجه بحيث ان هي تاخده بشكل ما او باخر. طيب نيجي للبصل، تقولي انه في التحايل على الشكل القانوني، بالظبط الشكل القانوني بتاع الايصال. هو في نسب وكل حاجه، بس مش دي النسب اللي بتطبق. وزي ما الاستاذ بيقول انا باجي اول السنه، النهارده حضرتك بتقول بيدخل الامتحانات وبتحجب نتيجته، هل بيستلم الكتب؟ الاجابه لا، ما بيسلموش الكتب للطالب غير بايصال سداد المصاريف. معاك صح؟ معاك. طيب الحمد لله في نقطة اتفاق. طيب معاك. يبقى الطالب هيخش السنة الدراسية ازاي؟ والمصروفات دي الكتب دي انا مش دافع فيها فلوس مقدم؟ ايوه تمام، يبقى معنى يعني كده لو انا امتنعت عن الدفع. يا فندم طب اكمل الكتب دي اسمعها، انا بدفع فيها، انا اديت لحضرتك فرصة. طيب نسمعها وندي الحل. هل لو انا النهارده امتنعت عن السداد ورحت اشتكيت، انا ابني النهارده كل اولياء الامور بيخافوا من كده، هيضيع عليه شهرين ثلاثة لحد ما يتم البت ده، لو تم البت في الموضوع، لان لا استلم كتب، وفي المدارس الخاصه هو احيانا بيمنعوه من دخول الفصل، وحضرتك عارف ده، يعني حضرتك وافقت على النقطه الاولى والنقطه الثانيه كمان بتحصل. فالنهارده ما فيش سنه دراسيه للطالب الا لما يدفع المصاريف. فحضرتك عايز، ما انت عاوز السنه الدراسيه تبدا من غير مصاريف؟ مصاريف اما حضرتك ليه بتقول لي اشتكي؟ ما انا النهارده معنى ان انا دفعت لهم زي بالظبط ادفع وبعدين اشتكي. مش موافقه عليها. طب افرض حضرتك جيت قلت مش عاوز الكتب، اوديها فين انا؟ وزاره بتقول لك ما فيش مرتجع. لا حضرتك بتقول دلوقتي ان لو نسبه الزياده مش مقبوله ادفعي وهاتي الايصال وبعدين اشتكي. مش مقبوله؟ لو هي مش متقبله النسبه او شايفه ان هي زياده او عايز تشتكي عليها، يعني اشتكي بعد ما اكون دفعت ومجبره ان انا ادفع؟ يعني هي محتاجه سنه تشتكي بيه فلازم تدفع. ليه؟ لان اشتكي ازاي؟ لان انا مجبره ان انا ابني لازم يستلم كتب ولازم يدخل فصله. انا يعني لو ما دفعتيش ما تقدريش تشتكي، صح؟ ما هو ده اللي الاستاذ سند تشتكي بيه. ما هو ده اللي الاستاذ بيقوله. انتوا النهارده فين السندات؟ ايوه السند انا هاخده بعد ما اكون دفعت ولازم ادفع لسبب، لان المدرسه بتاخد اجراءاتها مش ما بتاخدش اجراءاتها، هي لا بتسلم كتب ولا بتدخل فصول، وده بيحصل في المدارس الخاصه وحضرتك اقررت. ما تقولش لو سمحت في مدارس خاصه، ما هي بتتكلم عن تجربه يا دكتور. بعض ممكن بعض طيب. بعض مدارس خاصه لك لا تعمم لا. طب يا دكتور هي بتتكلم عن تجربه لا معينه، واحنا مش يعني برضو كل ده تجمع على المدارس الخاصه. حضرتك بناخد كلامك ثقه، وبرضو هي من حقها انها تحكي تجربتها. دي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للباص، هل في تقنين لمصاريف الباص ولا ده برضو متساب للمدرسه؟ يعني هل الوزاره عامله رقابه على مصاريف الباص؟ النهارده انا ولادي صغيرين خلاص، هو اللي مش عاجبه ما يركبش الباص تمام، بس انا ولادي صغيرين، انا مش مأمون ابدا ان انا اوديهم بوسيله نقل خاصه، فبيبقى امن حاجه ليا الباص. ولكن اللي عنده طفلين النهارده بقى بيدفع مصاريف باص حتى لا تتناسق مع المشوار، يعني لو انا بعد بتقول ان هي مبالغ فيها، مبالغ فيها لا تتناسق مع المشوار، ودي وسيله نقل جماعي، المفترض ان وسائل النقل الجماعيه دايما بتبقى اقل تكلفه من اي وسيله خاصه. تعالي نحيل هذه النقطه تحديدا للدكتور، ايه راي حضرتك في موضوع الباص؟ انا مش عارف الامر. وانا فاكره برضو معلش يا دكتور كان وقت كورونا المدارس الخاصه كلها حصلت فلوس الباصات، وكان في مشكله في اعادتها لاولياء الامور، ما حدش رجع فلوسات، مع انه الوزاره وقتها قالت برضو انه ما ينفعش. انا مش عارف ارفع عليكم قضيه، ايه اللي محدش رجع وحد حصل ومحدش رجع؟ هتلاقي قضايا كتير قوي تترفع على المدارس الخاصه كما شارت في السوق. لا مؤاخذة، احنا بنعممش بس في، لا مؤاخذة يا فندم، لا مؤاخذة يا حضرتك، اتفضل يا فندم. الباص النهارده الامر النهارده يقول لك انا عاوز باص لابني كرسي محدد وتكييف. لا بس احنا مش ده اللي بنتكلم فيه، فرصة بقى الحالات اللي هي المبالغ فيها، احنا بنتكلم عن مصاريف. المصاريف النهارده بكل امانه ما فيش باص بيجيب مصاريفه اطلاقا. الباص ابو 2 و3 مليون والاسعار الوقود الحاليه ما فيش باص بيجيب مصاريفه. يعني ولي الامر اللي اصحاب المدارس الخاصه تعكف عن شراء اتوبيس، تقول ما عنديش سيارات، فنحمل على ولي الامر الزياده فنحمل عليه بالزياده، ان نحط عليه الزياده دي كلها. امال احط على مين؟ ما هو مش منطقي برضه. لا لا يعني المنطقي اولياء الامور يروحوا فين؟ انا جايب باص ب 3 مليون والسواق والمشرفه والمشرفات كذا كذا، مين اللي يدفعهم لي؟
صاحب المشروع بقى يتحمل جزء من القصه دي، لكن ليه مش ولي الامر ليه؟ كل حاجه فوق التعليم وبيرفع مصاريف التعليم وبياخد مصاريف التعليم. الباص مشروع لوحده، وربما ان تكون شركه، وربما انا اروح اجيب شركه تركب تسهل على الامر، انا ادفع للشركه. طب انا عندي سؤال، انا مش هاجب حضرتك بس فعلا سؤال خطر في بالي دلوقتي. طب ليه المدارس الخاصه احيانا في مدارس بتدي ثمن الباص في سنه واحده؟ معلش يا حسام لحظه واحده، سؤال بس. بيدفعوا كام؟ معلش انا اسف، عشان انا عايش في كوكب تاني. قبل التعويم مش في كوكب تاني. لا انا استاذنك، كل وقت لما كل انا عاوز اسالك سؤال، الباص اللي فيه 30 راكب ادفعه كام في السنه عشان اجيب 3 مليون و4 مليون؟ ده دلوقتي حضرتك قلت يا فندم بتكلم على دلوقتي. ايوه يعني ال 30 راكب 30 تلميذ ده لو هي مش 500,000. انا بس كان نفسي اسال حضرتك سؤال. ما هو برضه السؤال يبقى بالمنطق. هو لازم حضرتك تجيب ثمن الباص في سنه واحده؟ لا يا فندم، بنقول يا ريت 10 سنين. طب هو البيه بيقول تجيب سنه واحده، انا ما اعرفش فين ده. طب يا دكتور يعني يا ريت بص الورق ده لما 30 معلش، هو برضه القصه مش كلها في الباص. هو كل واحد يدفع له 20,000 في 30 نفر، ما بتدفعك 600,000 جنيه برضه، مش ما هو كم كم لما بتدفع لك انت عشرينيه؟ صح. لمين في عشرينيه؟ لما طالب يدفع، انا ليا ناس بتدفع 18,000 جنيه و20,000 جنيه في الباص. لا هعتبر 20 في 30 ب 600. طيب وده مش رقم الباص ابو 3 مليون. خلاص حضرتك اجيبه على كام سنه؟ مش دلوقتي حضرتك بتقيس على دلوقتي.